وللحديث عن هذا الاكتشاف معنا من جدة الدكتور عمرو شلبي، أخصائي أمراض بطنية. دكتور مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. أهمية هذا المضاد الحيوي في مقاومة الأمراض وبالتالي التخفيف من إصابة الإنسان بالعدوى والأمراض. طبعا احنا مساء الخير، ويا رب يكون يوم سعيد وليلة سعيدة على الجميع. المضادات الحيوية من ساعة ما اكتشفت لابد احنا نفهم انها انقذت ارواح الملايين من البشر، واحنا مشكلتنا الأساسية في سوء الاستخدام اللي أدى إلى ظهور أنواع من البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية نفسها، فأصبح لابد من وجود بعض الأدوية الجديدة المستحدثة بالتكنولوجي الجديد اللي هو تقدر تتجاوز مقاومة البكتيريا دي للمضادات الحيوية. وطبعا احنا لغاية دلوقتي ما نقدرش نقول ان في استخدام جازم لحالات معينة، لكن لابد عشان نفهم ما نرجعش تاني نستخدم الأدوية الحديثة النظام العشوائي اللي كان الناس بتستخدمه، وإلا تاني هنرجع نفس الدائرة من أدوية تخرب استعمالها أو لا تستطيع أنها تؤدي عملها، وده طبعا بيضيع على بعض الناس الكثير من العلاج وكثير من الصحة. دكتور ماذا تقصد بالاستخدام العشوائي؟ هل هو استخدام المريض للمضادات الحيوية والأدوية من تلقاء نفسه بدون استشارة الطبيب، بدون استشارة الصيدلي المختص مثلا؟ مظبوط، دي المرحلة الأولى. يعني أول حاجة للأسف الشديد استخدام المضاد الحيوي كعلاج أولي لأي مهما كان نوع الالتهاب، سواء بنبقى عارفين مثلا نزلات البرد او حاجه او ما شابه، او بعض انواع النزلات الجهاز الهضمي، النزله المعويه او غيره بتبقى فيروسيه، واحنا نروح نستعمل مضاد حيوي في غير وجود سبب للاستعمال، يعني ده مش سبب للاستعمال، لان لابد من استعمال العلاج اللي هو بنقول عليه استعمال علاج للاعراض، اولا علاج ضد الحراره، علاج، وندي الفرصه عشان نشوف اذا كان الاستجابه للادويه العاديه ومناعه الجسم تقدر تنفرد بالميكروب بحيث انها تقدر انها تكون بالعمل، لان استعمال المضاد الحيوي هو عامل مساعد لجسمك وليس العكس. يعني ما ينفعش استعمل المضاد الايول، لان معناه الجسم مش هيقوم المناعه بالقوه الكافيه لان في حاجه بديله ليه. المشكله الاكبر دائما وابدا الاستعمال العشوائي من حيث ثلاث حاجات: واحد، الاستعمال بدون سبب طبي حقيقي، او اثنين، الناس اللي بتروح تستعمل مضاد حيوي وبعدين يوقفوا بعد حبيتين ثلاثه ولا انا بقيت كويس. الحقيقه دي بتنشا بعديها هي البكتيريا اللي احنا بنقول عليها اللي هي مقاومه للمضاد الحيوي. يبقى انا عندي هنا اولا استخدام غير حقيقي في وقت غير طبيعي لمرض غير لازم فيه، لان لازم يكون مرض بكتيري. الاستعجال الاستعمال في حالات ربما يكون ممنوع عليه، ربما يستعمل مضاد حيوي يبقى عنده ليه حساسيه او عنده مرض اخر يمنعه من استعمال المضاد ده بالذات، فيروح يستعمل المضاد خطا يدخل في مضاعفات اكبر ويروح المستشفى بيتعالج من المضاعفات قبل ما يتعالج من المرض الاصلي اللي كان ممكن لو ما خدش المضاد الحيوي ما كانش هيستعمله من الاول. عندنا حالات كتير، عندنا بعض الناس ليها امراض مثلا التهابات في الكلى يروح يستعمل مضاد حيوي، ده غلط. استعمالك هنا طب انت مش عرفك اذا كان اداء الكلى عندك سليم او غير سليم، جرعه المضاد دكتور تبقى لها سميه. نعم أيوة. وضحت حضرتك هذه النقاط بشكل كافي ووافي. ماذا عن الاشخاص، الشخص المريض مثلا الذي لا يستطيع الذهاب مثلا الى المستشفى لعده اسباب، بعدها ماديا، يعني هناك اسباب عده، نصيحتك لهؤلاء كيف يمكن هو من تلقاء نفسه استخدام مضاد حيوي دون الضرر بنفسه؟ جميل. نمرة واحد، لابد أن أول 48 ساعة إلى 72 ساعة يحاول يعالج الأعراض. يعني في ارتفاع في الحرارة استعمل دواء خافض للحرارة وليس مضاد حيوي. في الله يعزك إسهال، قيء، استفراغ، ألم في البطن، تاخد الدواء اللي يخص هذه الأعراض. يعني لابد أن يبدأ باستعمال الأدوية للأعراض المصاحبة للمرض اللي بيشتكي منه. سعال، كحة، دواء كحة أو سعال. لابد أن يبتدي كده لمدة 48 ساعة أو 72 ساعة أحياناً. يعني ممكن نوصل من يومين الى ثلاث ايام نستعمل ادويه للاعراض وليس مضاد حيوي. في حاله استمرار ممكن ياخد الادويه المضادات الحيويه الاكثر امانا اللي هي بنقول عليها برود سبيكترم او واسعه المفعول. يعني بتاثر على انواع كثير من البكتيريا، لان عاده بنتكلم على الامراض الفيروسيه لمده ثلاث ايام. نعم دكتور. الاعراض بتبتدي تتغير او الحراره تنزل. بعد ثلاث ايام يا سيدي استعمل حاجه برود سبيكترم زي ادويه معروفه في الصيدليات وما فيش اي مشكله ان شاء الله. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات والمشاركه من جده. حدثنا الدكتور عمرو شلبي، اخصائي امراض باطنيه.